حول الموضوع ينضم لنا من دبي الدكتور عبد الله راوح، استشاري جراحة القلب في لندن وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر. دكتور أهلا بك معنا. زيادة السكتات القلبية في الفترة الأخيرة نسمع عنها بشكل كبير، لو نتحدث عن العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة حصولها. السلام عليكم. العوامل اللي ذكرتها للحين هذه كلها عوامل تسبب في أمراض القلب، وسبب تسبب في الجلطات، تسبب في أمراض الصمامات. فكل العوامل اللي التدخين، الإفراط في الغذاء، عدم الرياضة، كل هذه عوامل مهمة تسبب في أمراض القلب. فيجب اتباع بشكل كبير وجدي كل هذه النصائح لكي يتمكن الشخص من عدم المفاجأة في أمراض القلب. طيب دكتور، دقات القلب يعني الطبيعية عند الإنسان طبيعي وفي وضعه الطبيعي، يعني ما النسبة التي يجب أن تكون وأن لا تتراوحها، ومتى يجب على الإنسان أن يرى الطبيب؟ ما الأعراض التي يجب بعدها فورا أن يزور الطبيب؟ أحيانا المريض أول ما يحس يكون عنده أعراض أمراض القلب يتعب في المشي، فيكون صعوبة في التنفس، ما يكون عنده قوة وجهد في المشي. ففي هذه الحالة يحصل أحيانا دقات القلب تزيد، ففي هذه الحالة لازم يروح يعرض نفسه على طبيب القلب ويعمل فحوصات للتأكد إذا كان عنده مشكلة وشنو على المشكلة اللي حلها. طيب الرياضة والضغط على القلب دكتور، كيف يمكن الإنسان ممارسة الرياضة وفي نفس الوقت لا يضغط بشكل كبير على القلب؟ التمارين المسموح بها أو المدة مثلا، لأنه يعني أغلب السكتات القلبية يعني نسمع بها، بعض الأشخاص يكونوا من الأشخاص الرياضيين، وفي نفس الوقت هناك دراسات تقول بأن الرياضة هي التي تساعد على الحفاظ على قلب جيد، يعني فماذا يجب أن نصدق هنا، أو الحيرة يعني للمشاهد هنا؟ طيب الإنسان الرياضي إذا كان رياضي وحصل وتواجه مشكلة في أمراض القلب، فهذا معنى عنده في عيب خلقي أحيانا أو مشاكل قبل ما يبدأ يمارس الرياضة. فتلاقي القلب ما يتحمل الرياضة لأنه عنده عيب خلقي أو عنده مشاكل قبل ما يبدأ يمارس الرياضة. بس القلب الطبيعي لما يبدأ يمارس الرياضة طبعا يبدأ ببداية صح، ما يجهد نفسه في الرياضة القوية إلا بعد ما يكون جسمه متعود على الرياضة. فبالعكس ما يحصل له أي شيء ويقدر يقاوم أقوى معدلات الإجهاد في الرياضة. طيب دكتور، بالعكس مفيدة للقلب، مفيدة كمان لدقات القلب. ما التمارين الرياضية التي يجب البدء بها، يعني بالنسبة لشخص لم يمارس الرياضة بحياته ككل وحان الوقت، يعني ربما يقول أن أمارس الرياضة لكي أحافظ على صحة قلبي، ما التمارين التي يجب أن يبدأ بها والوقت حتى التوقيت، ربما كم الوقت يعني التمارين؟ أهم شيء المشي وما يقل عن 40 إلى 60 دقيقة في اليوم. مشي أهم شيء المشي وما يقل عن 40 60 دقيقة. طيب ويعني التمارين الرياضية أو صالة الرياضة وما نراه يعني من تمارين وحديد ومشي وجري وما إلى ذلك ليس بالضروري. لا ضروري إذا كان عنده فرصة يمشي ويسوي مع بعض الاثنين في حالة عنده وقت ويقدر ينسق وقته فكويس. فإذا ما عنده وقت عنده وقت بس يمشي يروح العمل في المشي أو هذا أو حد يروح يعني المشي لمدة 45 دقيقة يوميا هو جيد للحفاظ على صحة القلب. شكرا لك إذن دكتور عبد الله راوح، استشاري جراحة القلب في لندن وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.